أكيد نواصل على كل حال، لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل. إذن أهلا بكم مشاهدينا، هذا الجزء الأخير من قضايا رياضية، طبعا نواصل ما تبقى من وقت، لم يبقى لنا الكثير من الوقت، ساعتين انقضت والحديث كان شيق وتحدثنا عن الكثير من الأمور، لكن ما زال أنا حبيت نسقسي داود عميروش صراحة، بما أننا نتحدث عن الفنادق وغير ذلك، علاش ما نديروش حل جذري نهائي باش ما نزيدوش كاع نتحدثوا على هذا؟ كما درنا في سونتر تاع سيدي موسى في كرة القدم، سونتر تاع سيدي موسى المدرب يبات فيه، الطاقم الفني تاعو يبات فيه، في اي وقت نلقاو الانديه تلقاه، نهار يكونوا يبريباريو كاس افريقيا ولا رابطه ابطال افريقيا ولا كاس الكونفدراليه يلقاوه، لما جاوا منتخبات اخرى صديقه بطبيعه الحال استفادوا منه، علاش ما نديروش ان سونتر كيما درنا في سيدي موسى نديروا ايضا في الرياضات الاخرى، سونتر اللي يجمع جميع الرياضيين ويكون بمستوى عالي، خدامين بمستوى عالي، الماكله كما لازم كما قال عبد الرحمن المرسلي على حساب لي كالوري اللي يحتاجهم الرياضي، وتهنا الفرطاس من حكان الراس. لا يا الدوله الجزائريه، عاود نقول انا اشكر الدوله الجزائريه، ملي نشوف انا دارت الباز تاع الصيف سي رايدي ما شاء الله. نعم صح ولا لا؟ لا سي بريفي لجنه الاولمبيه دير فوسمو في ثمن راسك على باش نلحق هذاك المشروع. تلمسان ايضا. اه عندنا هذا سويدانيه لاباس به، واش لازم يكملوه برك؟ هذا ما كان. لازم يكملوه ولونتروتيان لازم يكون في المستوى، باسكو سي با نورمال، تما كاين ميم مسبح، بصح فارغ. كاين مسبح. برسك ابوندوني. إلي ابوندوني، إلي مال جيري، إلي مال جيري، أنا نقولها، إلي مال جيري. أنا إن شاء الله عندنا في فوكا نقول لك، فوكا ما شاء الله. والله غير ما شاء الله كان يديروه غير نتهناو. وشنو ثاني كاين؟ او ضروا على الرياضات الجماعيه في امريكا وكذا، اسكو الجامعات على المنشات الرياضيه في كيفاش دايرين؟ والله يا اسكو لي سي في لي سبور سي في نجمو يوتيليزيوهم؟ والله يا اخويا داود السيستم مختلف، يعني تشوف هذو نحن نسميهم لي زانستراف سبورتيف، يعني في الدول الاخرى تفتح كان برنامج من 6 تاع الصباح حتى 11 تاع الليل، قريب كيف تخرج وكيف تدخل، يعني كان برنامج قال المدرسة كملت على الستة التدريب تاعها ليكول الجامعة، يجوا دي كلاب، يجوا الشرطة، يجوا لي بومبي، يجوا كاع، فهمت كيفاش؟ يلعبوا لو سيستم هنا في الجزائر كما قلت لك، يعني باش الرياضة تنجح من المستحيل باش تحضر أنت في الأوتيل ولا تحضر في دارك وتولي بطل العالم الأولمبي، هذه من المستحيل صح، خاصة حتى المدربين تاعنا لازم نعاونوهم باش نديرهم دي ستاج على ليترونجي، لأن الرياضة دروك لو ما يكونش عندك لابوراتوار ولا تين سيونس بكري في وقت الحناء كي تعيا، أنا كي كنت رياضي نعيا المدرب تاعي يقول خذ يعني فور دايس اربع ايام راحه بالعقل ولا دروك ما تبقاش تروح للابوراتوار ينحلك الدم يخلصك الكالسيوم بوتاسيوم لازم يعطيك سير بلاس وتريبرني ولا يبلي سير بكري تجيك ديشير ولا تجيك لونغاسيون تقعد على 10 ايام ولا 12 يوم دروك يومين ثلاث ايام 21 يوم دروك تبرا يعني صح. فهمت صح. الامور تغيرت هذا من هذاك على المستوى لكن التطور يعني. لازم حنايا نتاقلموا وزيد ماذا بيا نهضر على الرياضه المدرسيه هضرنا على الرياضه المدرسيه ولا الرياضه الجامعيه نعطيكم ليكزومبل واش صرا يعني في ليكول تاع السويدانيه ليكول تاع السويدانيه اون 2000 احلى الجزائر حلت لي كوسفيدينا في 300 مطرح يعني 300 رياضي ورانا في 1024 في 1023 يعني لما ضيعناش ضيعنا تقريبا 2500 رياضي ورا مادو الرياضي اللي كانوا يدرسوا في هذا ضراريه وين راهم الرياضي لي سبورتيف يعني 300 رياضي كان تاع بليده كان تاع بليده كان طلب البخاري كان تاع سطيف صح. يعني ضيعنا كثير بزاف بزاف ولازم يعطيهم دي بورس دو لونغ تيرم يعني باش ننجح. عباك وراء المشكل ما كانش تناسق بين التنسيق ما بين وزاره الشباب والرياضه ووزاره التربيه ولا التعليم العالي خاطر نقول لك علاش انت كي دير هذا فيما يخص ليسي تاع انت كي دير ليسي سبورتيف كي تروح تشوف المدربين جامي يلعبوا كاين ماشي معروفين بالك تلقى كلكو زونسيان زانترناسيون بصح لازم دير لازم الاتحاديات هما يخيروا المدربين واش هما ماشي كيما تعرفوا صح؟ نعم خاطر كيما حنا الاتحاديه تاع الجزائر تاع كره اليد هما يخيروا المدربين على حسب الفوط. نعم لابروف حتى داروا مدرب مدرح لاتيستاسيون دات ديليت ولا اطاف وزاره الشباب والرياضه ولا مدرب وطني مزيه دخلت للمفتشيه العامه تاع باش يعني قصاته يعني وين انا رايح؟ يعني تكون كيما يقولوا متابعة يعني نعطيك اسمح لي عندنا شويه وقت تفضل نعطيك مثال كانت عندنا فرصه يعني واشتغلنا في الولايات المتحده الامريكيه في الجامعه
كي يجوا نروحوا احنا ريكوريتيو نجيبوا يعني باش نماركيو لي زاتليت نمشيو يعني نديروا اجتماع قال عبد الرحمن تروح لبيكرزفيلد انت تروح لساماتيو روح لسانفرانسيسكو نتكلموا مع الرياضيين كي يسلكوا ينتهوا السباق نعطيهم لي كارت فيزيت ونقولوا فوالا يعني راكم يعني محتاجين باش تجوا الجامعه كي يجوا نديروا لهم شغل فيزيت في الجامعه كذا ونقولوا له واش راك حاب تخرج يعني قال واحد يحب فيزيوثيرابي ولا كوتشينغ ما ضيعوش وقت ونعطوا له حاجه اخرى اللي ما يحتاجهاش ونزيدوا ثاني نتبعوه في المدرسه تاعو لا يقرا مليح ولا باش يقرا عليكم ما يقراش مليح لازم نديروا له راتراباج باسكو القانون ما يسمحلوش يشارك ولا يحوزوه يقدر راتراباج اوبليغاتوار المدير العام تاع الرياضه يتكلم مع الهاد كوتش يدير اجتماع رياضي انا نقاطعك نعم الرياضيين النخبه الصغار نعم راح نقولها ان شاء الله جو لونس ان ميساج لوزير التربيه نعم ولاو المدراء تاع المدارس ولا الثانويات ما يقبلوش ميم با لاتيستاسيون دابسونس كاين ناس خرجوا بالمسيد على الجلاديه هذه صرات فعليا صرات حارس مرمى تاعي مجدان حاوزوه باسكو ديتو يلعب كوبا راب جو ميديترانيا في مصر قالوا ما استعرفوش بها الوغ كو هذيك لاتيستاسيون دابسونس تاع ورقه يعني سيت ان بابي اوفيسيال اكيد من الوزاره ياك يعني غير مضمون وهكذا وهذا والله ما استعرفوا بها ونفس الشيء يعني عيد. نفس الشيء اللي صرا كذا ثاني عندنا بنت في شلف دارت زوج دقائق وست ثواني يعني راهي كادت ما شاء الله عندها مستقبل هذه تقدر تولي بطل العالم والاولمبي كنت يعني ندرس ونشوف نتكلم مع الجماعه يريدوا بنات ما حبوش يديروا لا اكزام سبيسيال ما حبوش يديروا لا تراباج بابا زعفان يما زعفان ومدير قال ما ندير والو شوف يعني واش كان يحكي صح شكون هذا معليش قول باش يا رياض طفله يعني من ولايه شلف دارت زوج دقائق وست ثواني بطلت العرب يعني ما احسن عدائين في العالم نفس الشيء ردوبلات يعني ريم دي كوراج يا الاتحادية وديرها كيما تلنا رياضية الاتحادية لازم تدخل أيضا الاتحادية تلعب قوة شكون ما لي يدخل الوزارة إذا الرياضي كيما راهي صارت لنا كيما الرياضيين تسمى من بعد كي يجوا يهضروا يقولوا علاش هضرت لا شوية لازم كل واحد يخدم خدمة ما يستعرض الله لما تكلمت يعني كنت تكلم على ليكيبون كاع يعني نعطيك ليكزومبل سمحوا لي عندنا شوية وقت تدوا له متقدمة لا بير دو ترينينغ اللي نجروا بها نكتبوا بها بالفتر ثلاثة شهور ونرميوها قال بدينا في الولايات المتحدة ثلاثة شهور ونرميوها يعني كي يجي الرياضي أنا مازال ما لقيتش باسكت مرمية في الساطو ثلاثة أيام نعم مرميته لنا وأنا في الساطو ثلاثة شهور لأنني نقول لك يعني باش يعني هو الرياضي مستوى عالي على الأقل عندما بيجي يعني ثلاث شهور فقط ثلاث شهور ترميها يعني كيفاش يعني كي تجي يعيطوا شركة نايك ولا اديداس اللي قالوا الرياضيين يختاروا اللباس تاعهم يختاروا لي ترينينغ تاعهم قال كل واحد عنده حق في 3 بير دو ترينينغ لا بير دو ترينينغ تبدا بها لازم تكتب بها في السنه ولا كي يجمعوهم هكا كي يجمعوا يختاروا شي الاخر باش ما يصيرش مشكل ياخذوا 3 بير دو ترينينغ ويكتبوهم بالفتر كيفاش يبداو ثلاث شهور كي تخلص لا بير دو ترينينغ لازم يرميها أوكي. يعني وشوف انا هي تتشكل على ليكيبمون عدا كيما نقول الشقيقي الله يبارك الكونترا تاعو اللبسه تاعو برك يعني بطل العالم بطل الافيا باش تكون عندك فكره علاش يقولوا 2 مليون كان 33000 دولار غير ليكيبمون تاعو برك سنويا في وقت نور الدين مرسي في التسعينات يعني حاليا تكون تفوت ربما 80000 ولا 100000 تفوت لان لا بير دو ترينينغ اللي كانت تسوى 80 دولار راهي تسوى 200 دولار يعني باش تقول للبنت يعني اللي كانت تتكلم على اللبسه وكاع نورمالمون في الدوسي تصورتي ولا في لا فيدراسيون يعطيهم بيجي وحنا تكلمنا في خط في لا فيدور تاعنا على اديداس ولا على نايك هذه الرياضه الفرديه ولا الرياضه الاخرى علاش غير كره القدم سينما اديداس نزيدوا ندافعوا ثاني على الرياضيين هذا خطانا نكمل واش هو يقول مام دوك بدراهمو شحال راهم يعطوا لهم في ليديميسيون كتجي خارج مام با 15 اورو في النهار شي حاجه واش مام يحبش لي باسكو انا دي فوا يجوك زواليه معاك دي فوا واش هو كيكون كيكون عندك الزهر يكون معك شاف ديليغاسيون عندك علاقات ملاح معاه شغل لازم تبلعطو باش تقولوا معاش انت خلص نص وحنا نخلصوا نص نشوف لهم لي باسكت سبيسيال اوند بال يعني والباسكت اوند بال شحال دير؟ زوج ملايين ثلاثة أربعة هكذا تقريبا لا لا فري 150 شفتهم هنا في الجزائر يديروا فوق زوج ملايين يعني كما يقول هو على لارجون بوش تقريبا مانيش عارف انا 30 سنة ونفس الشيء يعني يعطيك 18 دولار مدة 9 ايام 18 دولار بوندون 9 جور ومن بعد ابري 9 جور تولي لك 8 دولار النهار يعني واش دير لك 8 دولار النهار بوكات موري ما تقدرش ما تشري حاجة بها يعني كاين نقطة واحدة أخرى داود عمير واش تحدثت عليها لمياء معطوب الآن راهي غادرتنا على كل حال بعد ساعتين من الزمن تبعتهم معنا جيدا تحدثت على لابورس في القانون تاع اللجنة الأولمبية لما تكون مصنف ضمن العشر الأوائل
عندك الحق في اون بورس تدي $1,000 في الشهر. هي كانت ضمن العشر الاوائل. قالت لك استفدت من أربعة أشهر من عام ونص. ربع شهور حب يقول أقل من $4,000. معليش احنا نقوله $4,000. وين راحت $14,000؟ واليوم قالت لك لليوم مازال ما ديتهاش وعندي مراسلات. يعني لو كان دوك تبعث لنا لي دوكيومون اوفيسيال نجبدوهم ما فيها حتى اشكال. كي نخرج من حصة نعيط البربارية. علاش؟ علاش؟ اللي مشاكل مع الجنه الاولمبيه. لا لا ماشي ندير لك مشاكل يعني. تما 12-14,000 غير معقول. بصح يعني المفروض الرياضيه تديهم. هذه سي $1,000 هذه سي لا بريزون شارج كيما يقولوا بور لا بريباراسيون ولا بوكيت موني ولا باش تستفيد من العمل. يعني كيكون رياضي كيكون رياضي نخبه. اللجنه الاولمبيه ولا السيو؟ لا لا اللجنه الاولمبيه الجزائريه. هذه $1,000 بور لا بريباراسيون. $1,000 اون بورس يمدوها له هكذا باش يبريباري. وبصح في رايك انت $1,000 تكفي يعني ان بي اي؟ لكن هذا على الاقل. ما تروح ماخذه تجيب تاخذ $1,000 راهي تقريبا 20 مليون. كومان الرياضي يقدر يخرج بها للخارج خير من فريد ميسيون. جو بريفير تعطي له كيما يقول لك هو بريزون شارج توتال يعني كالي وشاب راك دوز ان سون دو بريباسيون $1,000 $1,000 مومون هذه يديرها في البوكات موني يديرها في جيبو هذه واش نحد له $1,000 على كل حال. على كل حال العدد المقبل نشوفه مع برباري سيمون سليم يعني من الرياضيين اللي عاشوا يعني لو نيفو. اكيد اكيد لو نيفو تاع الصحفه في الجزائر وفي الخارج بيان سور. نهار كان لو نيفو في الجزائر وعاشوا في الخارج في امريكا. هادو انا نسميهم صحاب الكار. والله هو اللي حبط بالكار على ديدوش هو ابو المقطع فرحونا احنا ما نساوهمش. والله يعني خاصه في العشريه السوداء قلت لك يعني واش كنت تهضروا هكذا كاع عشنا فيها يعني ما ولا شيء تغير ما نخبيش عليك يعني ضيعنا وضيعنا وضيعنا. قلت لك اللي ضيعنا اللي زاتلات اللي كنا يعني نربحوهم يفوزوا عليهم للاسف هما اصبحوا ابطال العالمين والاولمبيين والجزائريين تاوك مساكن مازالوا ولا حتى المستقبل ما كاش ما بقاش ما كاين حاجه نقولوها تاع